السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في اللقاء الحي السادس في مادة الاقتصاد الكلي، والتي سوف نستكمل فيها ما بدأناه في اللقاء الحي الماضي البارحة، وهو التوازن في الاقتصاد المغلق المكون من قطاعي الأفراد أو المستهلكين، والقطاع الثاني رجال الأعمال أو المستثمرين. الآن حكينا امبارح أن التوازن في الاقتصاد بيتحقق لما يكون الإنفاق الكلي على السلع والخدمات بين قوسين الطلب الكلي على السلع والخدمات يساوي الإنتاج الكلي أو العرض الكلي من السلع والخدمات. وحكينا للتذكير أنه واي خط ال 45 هو خط الانتاج او خط الدخل، خط الانتاج او خط الدخل، وان في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين ان سي الانفاق الاستهلاكي اجمالي ما ينفقه الافراد على شراء سلع وخدمات بالاضافه الى ما ينفق رجال الاعمال على السلع الراسماليه، مجموع سي زائد اي بيعطيني اجمالي الطلب الكلي في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين، لازم يساوي واي. اذا تساوى سي زائد اي مع واي هنا هاي هي نقطه التوازن. خلينا ناخذ المثال التالي عشان نشوف نقطه التوازن ونشوف بعض مع بعض. اذا علمت او علمتي ان دال الاستهلاك هي سي تساوي 50 اللي هي الاستهلاك الثابت زائد البي ميل حد الاستهلاك 0.75 واي، والاستثمار الثابت 100 مليون ريال، معناته دالة الادخار نشتقها من دالة الاستهلاك اس هي ناقص 50 بدل 50 ناقص 50 زي ما علمتكم امبارح، اللي حضر اللقاء امبارح بيعرف، بطرح واحد من هذا الرقم بيعطيني 25% واي. إذا هاي هي دالة الادخار وهاي هي دالة الاستهلاك. حلو. الآن أوجد الاستهلاك كله والادخار كلي عند كل مستوى من مستويات الدخل، ثم بعد ذلك أوجد الدخل التوازني. بده الاستهلاك الكلي جدا، أنا معطيني الدخل القومي بالمليون ريال. لما يكون الدخل القومي صفر، كم يا ترى السعوديين استهلاكهم الثابت اللي لا يعتمد على الدخل؟ اكيد 50. بجوز تقول لي كيف عرفت 50؟ لانه 50 هي الاستهلاك الثابت الذي لا يعتمد على الدخل. ايوه، يعني لما يكون الدخل صفر هعوض مكان الواي هاي بصفر، فانا صفر ضرب 0.75 صفر اكيد، معناته سي لما يكون دخل السعوديين صفر بيكون استهلاكهم الثابت 50 مليون ريال. إذا ارتفع دخل السعوديين ل 200 مليون، كم يا ترى يصبح الاستهلاك الكلي للسعوديين؟ بضرب بعوض ال 200 مليون 200، وين بعوضها؟ بعوضها هنا هون في الواي، فبضرب 200 على الأقل، حاسب اضرب أنت 200 ضرب 75% شو بيعطيك؟ بيعطيك 150 أكيد، زائد 50 بيطلع لما يكون الدخل 200 الاستهلاك 200. شو يعني الدخل 200 استهلاك 200؟ يعني السعوديين لا يدخروا اي شيء، 200 دخلهم وانفقوا كل دخلهم 200 على شراء سلع 200 ناقص 200 سوري الادخار اس صفر، صفر حيكون 100% اكيد. لما دخلك يكون 200 تنفق كل دخلك الين عشراء السلع خدمات، معناته ادخارك صفر. رائع. لما دخل السعوديين يرتفع ل 400، كم يا ترى سي؟ كم يا ترى سي؟ 400 بعوض مكان الواي في دائره استهلاك 400، فبضرب 400 ضرب 75% بيطلع 300، 300 ضف لها 50 بيطلع 350. من ال 400 مليون، ايوه انفقوا السعوديين 350 مليون، معناته 400 ناقص 350 المتبقي 50، الباقي 50 مليون ادخاراتهم، هيو زي هون
الحل هنا اهو 400 و350، معناته 400 اطرح منه 350، كم مدخرات السعوديين؟ ادخار اس سيفنج 50. الان لما يرتفع دخل السعوديين من 400 مليون الى 600 مليون ريال، كم يا ترى استهلاكهم؟ كم ينفقوا على شراء سبع خدمات؟ بعوض مكان الواي في استهلاك كل 600، فبضرب، برافو عليك دانا، بضرب 600 ضرب 0.75 بيعطيني 450، بزيد لها 50 بيطلع زي ما كتبت دانا 500 مليون، اي ان دخلهم 600 مليون انفقوا على شراء سبع خدمات 500، ما تبقى من ال 600 100 مليون، 600 ناقص 500 100 مليون هو ادخار السعوديين. ايوه فهمتوا كما هو هون، طلعوا هيها 600 ناقص 500 الادخار كم؟ 100. برافو برافو. وهكذا لما يصير 800 بصير استهلاك، بنعوض ال 800 نظام، بنعوض ال 800 في الواي هون 800 ضرب 0.75 600، 600 زائد 50 معناته استهلاك السعوديين حيكون 650 زي ما انتم شايفين. تعالوا شوفوا لما يكون 800 استهلاك السعوديين 650، اطرح واي ناقص سي دخل السعوديين ناقص ما انفقوه على شراء سبع خدمات، يا بتبقى 150 ادخارات، مدخرات السعوديين عند مستوى الدخل 800 مليون هي 150 مليون ريال. وهكذا ال 1800 1200 نفس النظام. ليش لاحظ استثمار 100 100 100 100؟ ليش؟ لان امبارح حكيت لك ان الاستثمار ثابت، ثابت لا يعتمد على الدخل، الاستثمار ثابت لا يعتمد على الدخل. فهمت علي؟ ايوه رائع. الان الاستثمار 100 100 100 مهما كان مستوى الدخل لا يعتمد على الدخل، ارتفع الدخل نزل الدخل، الدخل 200 الدخل 800 الدخل 1200 الاستثمار ثابت لا يعتمد عليه. ايوه رائع. اذا اوجدنا سي، اي اكيد ثابت، اس برضه اوجدناها بطرح واي ناقص سي، واي ناقص سي. نعم وتستطيع انت كمان اس توجدها من خلال ذات الادخار، يعني انت مش بالضروره تعمل واي 200 ناقص 200 يطلع الادخار صفر، او 400 ناقص 350 يطلع الادخار 5. تستطيع تعوض، تعوض مثلا تيجي صفر ناقص 50 ناقص 50، تيجي تعوض الصفر هون، صفر ضرب 0.25 صفر، معناته عند مستوى الدخل صفر بيكون الادخار ناقص 50. ايوه عند مستوى ال 200 كم المدخرات اس يا ترى؟ بدعتك 200 ناقص 200 يطلع صفر، تستطيع مباشره هون تضرب 200 في ربع 225% بيطلع 50، 50 ناقص 50 صفر، هيا 50 موجب ناقص 50 سالب صفر، 400 عوضها في واي هون، ربع ال 400 معروف، ربع ال 400 ربع ال 400 100، 100 ناقص 50 50، هيا 600 عوض هون ربع ال 600 معروفه 150، 150 اطرح منها 50 تعطيك 100. ايوه فعندك طريقتين، اما بتوجد يا عزيزي اس بطرح العمود الاول واي من سي، واي ناقص سي، تطرح هذا من هذا هذا من هذا بيطلع معك اس، او بتعوض قيمه واي في ذات الادخار هنا تطلع نفس النتيجه. فهمت؟ رائع. الان العمود الثاني اوجدناه والعمود الادخار اوجدناه، سالني سؤال ثم اوجد الدخل التوازني، الدخل التوازني واي ستار هو عندما يتساوى الطلب الكلي في الاقتصاد المغلق اللي هو سي زائد اي مع الانتاج الكلي واي عند نقطه التقاء او تساويهم بيكون عندي نقطه التوازن، معناته واي وين تتساوى
مع AD عندهم 100. يعني انا بعمل C زائد I بجمع C 50 زائد بفتح عمود اخير حط الطلب الكلي في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين هو الطلب الاستهلاكي C زائد الطلب الاستثماري I بجمع 50 + 100 + 150 200 + 100 + 300 + 150 جمع عملية جمع بسيط 500 + 100 = 600 650 + 100 = 750 800 السي ما انت بدك سي زائد اي 800 + 100 = 900 950 + 100 = 1050 فهمتوا؟ رائع. اذا عملية جمع سادس ابتدائي على الاله الحاسبة اجمع 50 + 100 بعطيك 150 زائد مسألة بسيطة جدا. فانت طلب منك ماذا؟ طلب منك اوجد الدخل التوازن. انت بتعرف انه الدخل التوازن يتحقق واي ستار يتحقق متى؟ هنا امبارح اعطيتك اياه هنا هاي شريحة امبارح هو خط الدخل او خط الانتاج او خط العرض الكلي منحنى العرض الكلي عند التقاء منحنى العرض الكلي مع منحنى الطلب الكلي اللي هو طلب الاستهلاك سي زائد طلب الاستثماري هاي النقطة هي نقطة التوازن هو الدخل التوازن واي ستار لما يكون سي زائد اي بيساوي واي هون دخل التوازن. طب عند اي نقطة اطلعوا انتو اي نقطة هون هدول بيكون هذا العمود يساوي العمود الاخير ما فيش غير نقطة وحيدة هي 600 لما يكون هون 600 وهون 600 هاي نقطة التوازن هيا النقطة الثانية طلع هون صفر هون 150 بيختلفوا هون 200 واي الانتاج 200 بينما اول كان 200 من سعر خدمات بينما طلب هون كان العرض الكلي من سعر خدمات 400 هون كان الطلب الكلي من سعر خدمات 400 بيختلفوا النقطة الوحيدة اليتيمة اللي فيها العرض الكلي يساوي الطلب الكلي هي هاي النقطة 600 اللي هي النقطة الصفراء هون على الرسمة النقطة الصفراء هاي هون قيمتها هاي واستر 600 مليون ريال فهمتوا؟ وهون الطلب الكلي من السعر خدمات او اجمالي ما ينفقه رجال الاعمال اي والافراد على السلع وخدمات او الطلب الكلي اجمالي طلبهم على السعر خدمات 600 عند النقطة هاي بتكون نقطة التوازن فهمتوا؟ باقي النقاط في فرق هون الطلب من العرض بينما هنا عند النقطة هاي العرض او الانتاج اعلى من الطلب نقطة عدم توازن هون وهون نقطة عدم توازن وهون نقطة عدم توازن النقطة الوحيدة اللي فيها توازن هي 600 هاي النقطة ايوه حيث يكون الطلب الكلي 600 ويكون العرض الكلي 600 شفتوها هيا برافو عليكم برافو هاي النقطة هنا الان انت تستطيع جبريا بدون الجدول توجد نقطة التوازن بمعنى لو ما أعطاك الجدول يعني لو ما أعطاك هذا الجدول ما أعطاك إياه نهائيا مش معك ما أعطاك إياه بالاختبار وأعطاك فقط الطلعة قالك إذا علمت أن أداة الاستهلاك في كذا كذا وعلمت أن الاستثمار الثابت 100 مليون بس أعطاك طلع بس أعطاك أداة الاستهلاك والاستثمار ما أعطاك شيء غيرهم وقال لك تفضل أوجد الدخل التوازني هل نستطيع بدون الجدول نوجده؟ نعم نستطيع كيف؟ هذا بيقودني للحساب الجبري في قانون نستطيع من خلاله قانون نحفظه نستطيع من خلاله نوجد الدخل التوازني بدون ما أقوم بالعمليات هاي المعقدة كلها أحسب أعمل الجدول هاد على عمود C وطلع S وطلع C زائد I ما في داعي لهم طلع كيف للتبسيط عشان بسط عليكم في الاختبار عشان بسط عليكم الآن
تحديد الدخل التوازني جبرية في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين، قطاع الأفراد وقطاع رجال الأعمال. ما هي صيغة الدخل التوازني اللي بتساعدني أوجد 600 بدون ما ألجأ للجدول؟ ما هي؟ الدخل التوازني واي ستار ماذا يساوي؟ هلا بنحول كلام إلى رموز، بعد شوي بنحول كلام إلى معادلة. مجموع الإنفاق الثابت اللي هو CA، إنفاق الاستهلاك الثابت CA اللي هي هلا بنشوفها، اللي هي 50 في الدات استهلاك 50، هاي 50 زائد I اللي هي 100، اللي هي هنا طلع، اللي هي هنا 100. هاي انت ايوه رائع، تابع معي. فاذا مجموع الانفاق الثابت 50 زائد 150، حلو. ضرب المضاعف، ضرب مضاعف ماذا؟ الانفاق. ما هو مضاعف الانفاق؟ هو مقلوب الميل الحدي للاستهلاك، مقلوب الميل الحدي للادخار اللي هو 1 على 1 ناقص بي. هذا اسمه مقلوب الميل الحدي للادخار. حلو، اذا المضاعف اللي 1 على 1 ناقص بي حيطلع رقم 2 4 5 7، هذا حيطلع رقم. نضربه بال150، بيعطيني اوتوماتيك واي ستار، يعطيني هاي واي ستار اللي حسبناه هون 600. ايوه طيب، خليك معي، مثال. اذا علمت بطبع 1 على 1 ناقص بي هو مضاعف الانفاق سواء كان استهلاكي او لاحقا استثماري حكومي، لان انا بس عندي الاستهلاك، فهون هذا مضاعف الانفاق الاستهلاكي او الاستثماري، اوكي، والحكومي ايضا هو نفس المضاعف. مثال، اذا علمت ان دائرة الاستهلاك الكلي، المثال السابق اللي اخذناه بالجدول، سي تساوي 50 مليون زائد الميل الحدي للاستهلاك 0.75 ضرب واي، وكان الاستثمار الثابت 100 مليون ريال، احسبي الدخل التوازني. لاحظوا معي، ما اعطانيش الجدول. طيب، طب احسب ال 600 مليون ونطلع 600 مليون اللي طلعناها سابقا. خليك معي الان، السي اي 50، هذا اسمه الاستهلاك الثابت 50 مليون، ام الاي الاستثمار انفستمنت 100 مليون، مجموعهم 150. بالتالي الدخل التوازن القانوني هو مجموع الانفاق الثابت ضرب المضاعف، اللي هو المضاعف 1 على 1 ناقص بي، اللي هو 1 على 1 بي. وين بي؟ مين وينها؟ هيها، دائما بي هو الرقم اللي بجانب الواي في دالة الاستهلاك الكلي، حطيها او حطها حلقة في دانك. البي هو الرقم اللي جنب الواي، معامل الواي في دالة الاستهلاك، هذا الرقم منجيبه ومنعوض مكان بي في، بشيل بي الرمز وبحط 0.75. طيب، واحد، انت احكي لي 1 ناقص 0.75 كم يا ترى؟ ربع اللي هي 0.25. اطرح على الحاسب، اطرح 1 ناقص 0.75 حيعطيك 0.25. اقسم 1 على 0.25 بيعطيك 4. كلكم اقسموا الآن، اقسموا 1 على 1 ناقص 0.75، حط يساوي على الحاسبة، شو هيعطيك؟ 4، صح؟ أكيد صح. رائع، إذا المضاعف 4. رائع، CA هو الرقم اللي في ذات الاستهلاك جنب اليساوي، الرقم في ذات الاستهلاك جنب اليساوي بعد اليساوي مباشرة هو CA 50. الاي هو الاستثمار 100 مليون، 50 زائد 100 150، اضرب 4 ب 150 بيعطيني
600 مليون ريال، صح ولا غلطان؟ انت بتتابعين معاي؟ ايوه. وهو هذا هو الرقم هون، هذا هو. حيث يتساوى واي العرض الكلي او الانتاج الكلي مع سي زائد اي، يلتقي عندما يلتقي منحنى الطلب الكلي مع منحنى الدخل او الانتاج الكلي. القسمة دانا، القسمة كيف؟ حاضر 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 يا دانا. القسمة يا دانا، انت معك آلة حاسبة يا دانا؟ طيب خليني افتح شوف. معك معك، رائع يا دانا. انت معك آلة حاسبة، حطي اون. في عندك في الآلة حاسبة في اقصى اليسار فوق في عندك شيفت، وتحت في كالك وتحت الكالك في عندك القسمة الفراكتشر، شفتيها؟ الكسر شيء على شيء، شفتيها؟ دانا متابع معي انت؟ حطيتي، رائع. هلا فوق حطي واحد لو سمحتي بعد اذنك، حطي لي واحد. حطيتي؟ طيب انزلي تحت، تنزلي تحت، انزلتي حطي تحت في المقام، تحت في المقام حطي واحد هي واحد، بعدين ناقص 0.75 صفر نقطة 75. حطيتي دان، حطي يساوي، حطي يساوي، شو طلع معك؟ حطي يساوي يا دان، شو طلع معك؟ برافو عليك، أربعة. أربعة اضربيها ب 150، الآن اضرب 450 بيطلع معك 600، فهمتي؟ رائع رائع، ممتاز. طيب رائع. الآن حدا عنده أي سؤال ثاني يتفضل يسأل، أنا تحت أمره. رائع، حدا عنده أي سؤال يتفضل يسأل، أنا تحت أمره. طيب اللي عنده أي سؤال مرة ثانية. طيب اللي مش فاهم يسأل، اي واحد مش فاهم لا يتحرج يسأل، ما في حرج، مش عيب السؤال. طيب رائع، اذا فهمنا كيف نطلع الدخل التوازني من خلال جدول، وعرفنا كيف نطلع برضو الدخل التوازني لو ما اعطاني الجدول، لو ما اعطاني الجدول من خلال المعادلة. رائع جدا. الان نحن حكينا، انه المضاعف، هنا هو أربع أضعاف. شو يعني المضاعف أربع أضعاف؟ يعني لو زاد استهلاك السعوديين بقيمة أو إنفاق السعوديين على الاستهلاك بقيمة 10 مليون ريال، سوف يزيد سوف يرتفع دخلهم بقيمة 4 × 10، مش بقيمة 10. يعني دخل السعوديين إذا زاد استهلاك السعوديين أو إنفاق السعوديين بقيمة 10 مليون، فإن دخلهم التوازني سوف يزيد بقيمة 4 أضعاف، وليس بقيمة 10 مليون، بل 4 × 10 40 مليون. فهمتوا؟ هيك يعني مضاعف. فمضاعف الاستثمار اللي هو التغير في واي على تغير في اي يساوي مضاعف الاستهلاك اللي هو التغير في واي على التغير في سي، ويساوي 1 على 1 ناقص بي. المضاعف للاستثمار هو نفس المضاعف للاستهلاك. وفي لقائنا الحي القادم يوم الثلاثاء القادم برضه مضاعف الاستثمار هو نفس المضاعف للاستهلاك، وهو مضاعف الانفاق الحكومي. عشان هيك انا حاطط مضاعف الانفاق 1 على 1 ناقص بي، سواء كان انفاق استهلاكي او استثماري او حكومي هو نفسه. لما يسالك ما هو مضاعف الانفاق الحكومي بتحكي له 1 على 1 ناقص بي. لو سالك في الاختبار ما هو مضاعف ما هو في اقتصاد مغلق، كله في اقتصاد مغلق، انا اتحدث عن اقتصاد مغلق، ما هو مضاعف الاستثماري 1 على 1 ناقص بي. لو سالك في اقتصاد مغلق ما هو مضاعف الانفاق الاستهلاكي او مضاعف الاستهلاك 1 على 1 ناقص بي نفسه. لما نروح على الاقتصاد المفتوح
بيختلف. لما نروح على الاقتصاد المفتوح ندخل التجارة الخارجية بيصير مضاعف الانفاق الخارجي، ما هواش واحد على واحد ناقص بي. أيوة رائع. الآن فهون إذا مثال عشان تفهم المضاعف، أنا أعطيتك مثال قبل، قلت لك إذا زاد الانفاق الاستهلاكي بقيمة 10 مليون كم يزيد الدخل القومي يا ترى؟ تضرب 10 ضرب المضاعف، فقلت لك المضاعف 4، المضاعف 4 تضرب 10 ضرب 4 تحكي يزيد الدخل بقيمة 40 مليون، أي أن الدخل يصبح 640 مليون، يرتفع من 600 إلى 640 مليون. لو سألناك سؤال آخر، إذا زاد الاستثمار الخاص بمقدار 50 مليون هو كم كان يا عزيزي؟ كان الاستثمار الخاص 100 مليون، ارتفع من 100 إلى 150، صار يعني زاد بقيمة 50 مليون، ارتفع الاستثمار من 100 إلى 150. بسألك كم يا ترى يزيد الدخل القومي بقيمة مضاعف، مش بقيمة 50، يزيد بقيمة 50 ضرب 4، المضاعف 4 أضعاف، بالتالي الدخل ما بيزيد بقيمة 50، بيزيد بقيمة 50 ضرب 4، فيرتفع الدخل إلى 200 بقيمة 200 مليون، يرتفع من يعني يصبح الدخل التوازني بدل 600 مليون، بدل 600 مليون يصبح الدخل التوازني 800 مليون نتيجة زيادة الاستثمار بقيمة 50 مليون، ارتفاعه من 100 إلى 150 مليون. فهمتوا؟ لاحظ هون 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 كان الدخل التوازني، هون كان 600 مليون عند النقطة هاي، شايفينها 600 مليون دخل توازني، هاي التقاء الخط 45 العرض مع التقاء الخط الأصفر الطلب الكلي الأصفر، هاي نقطة التوازن، فكان هون 600. رائع. اللي صار شباب، أجا مستثمر أمريكي على البلد، حكى والله بدي أستثمر، وجاب معاه حول من أمريكا 5 مليون ريال وأنشأ مصنع في البلد في السعودية. معناته الاستثمار ارتفع في السعودية بقيمة 50 مليون من 100 إلى انقطع الاتصال عاد، مرات بيقطع الاتصال بس مش مشكلة، بيرجع بيكون الانترنت ضعيف شوية. على كل حال، فأنا كنت أعطيكم مثال إنه أجا يا شباب مستثمر أمريكي على البلد وقرر يستثمر ينشئ مصنع، أنشأ مصنع في البلد، مصنع ألبان، مصنع أحذية، مصنع بقيمة 50 مليون، معناه تستثمر، فارتفع الاستثمار في البلد من 100 مليون ل 150. بسألك إذا زاد الاستثمار في البلد بقيمة 50 مليون نتيجة هذا الشاب المستثمر الأمريكي، كم يا ترى يرتفع الدخل القومي؟ أكيد حيرتفع الدخل القومي بالطبيعة، هذا المستثمر الأمريكي أنشأ مصنع والمصنع ينتج والإنتاج يباع والمصنع يوظف عمال، عمال يتقاضون أجور، بالطبيعة الدخل القومي يزيد أكيد. طيب كم يزيد؟ هل يزيد بنفس المقدار 50 مليون؟ ولا بيزيد بمقدار أعلى؟ بيزيد بمقدار المضاعف، بيزيد بمقدار المضاعف اللي هو حسبناه اليوم 4، هيو 4 هاو مضاعف 4 شايفو؟ أيوة فيرتفع مقدار 4 أضعاف، تقوم يزيد بمقدار 4 أضعاف، 4 ضرب 50، أي أن الدخل القومي يرتفع من 600 مليون يرتفع الدخل القومي من 600 مليون إلى 800 مليون
نتيجه زياده المستثمر الامريكي 50 مليون طلع الانفاق، خط الانفاق هذا خط الانفاق الكلي الطالب الكلي زي اي زاد، هذا زاد لما يزيد بيرتفع الاصفر الى الاحمر الى اعلى، بتصير نقطه التوازن الاي 0 الى اي 1 هنا، ايوه ارتفع دخل التوازن من هنا من 100 زاد الى نقطه التوازن هنا 800 وهون 800، فهمتوا؟ ايوه رائع. فالخلاصه الصوره هنا شايفينها الصوره اللي هون، هل الصوره واضحه شباب؟ انا بسال سؤال، بس سؤال يا لطيف. الصوره واضحه يحكوا في صوره، ما في صوره عندك، عندك مشكله انت بجهازك، الا اذا كنت من جوالك، اذا كنت يا لطيفة من جوالك، يمكن جوالك ما بدعم هيك نوع من الصور. نعم، بعض الجوالات لا تدعم هكذا نوع من الصور، لا تدعم، فما حتظهر عندك الصور لانك داخله من جوالك. لكن على كل حال لطيفة، انا ان شاء الله بعد اللي حنزل شرائح اللقاء السادس في المنتدى باذن الله، فحنزل لقاءات في المنتدى، فاخر شريحه هي اللي هي الشريحه السادسه عليها بتشوفيها ان شاء الله. اوكي رائع. طيب الان انا نزلت شرائح اقتصاد كلي في المنتدى باسم فايز العبدلي في الصفحه الثانيه. مشكوره فايز العبدلي، مشكوره، بارك الله فيك. اوكي الان فالان خليكم معي. انا الخلاصه شو بتحكي انه الزياده في الاستثمار او الزياده في الاستهلاك الثابت تتسبب في زياده الدخل بمقدار اكبر من الزياده نفسها. ممكن تعيد هذه الفقره؟ اي فقره بالضبط يا لطيفه؟ ما هو انت زي نحن حكينا، اذا مستثمر اجنبي جاء على البلد واستثمر، انشا مصنع في البلد، يعني استثمار، هذا فالاستثمار الخاص، سواء الاستثمار الخاص اجنبي او حتى محلي. الامير الوليد بن طلال قرر من حر ماله ينشئ مصنع في البلد بقيمه 50 مليون، استثمر. هلا استثمار اجنبي او محلي، فاستثمر 50 مليون، الدخل التوازني او الدخل القومي في البلد حيزيد. ليش؟ لانه المصنع سوف يوظف عمال وسوف ينتج، ولما ينتج سوف يبيع انتاجه في البلد، ولما يبيع سوف يولد البيع ايرادات، والايرادات توزع على العمال كرواتب واجور، وتوزع على صاحب راس المال كفوائد، وتوزع على المصنع انشئ على ارض صاحب الارض اللي استاجر منه الامريكي الارض لكي ينشئ مصنع عليه، مضطر الامريكي يدفع له اجر ريع الارض. ايوه، اذا تولد دخل. السؤال اللي بيطرح نفسه، كم يزيد الدخل؟ هل يرتفع الدخل بنفس المقدار 50 مليون ولا اكثر؟ لا، يرتفع بمقدار اكبر. هي يرتفع بمقدار اكبر. طب كم هذا المقدار؟ هو اربع اضعاف، يعني 50 ضرب 4 يرتفع الدخل القومي بمقدار 200 مليون. فيرتفع، اذا كان الدخل القومي قديم قبل ارتفاع الاستثمار من 100 ل 150 كان 600، الان الاستثمار صار 150 نتيجه قدوم الامريكي واستثماره في البلد، فالدخل القومي بصير واي ستار، مش 600، بصير الدخل القومي 800، لانه الدخل ارتفع بمقدار 200 مليون، 4 ضرب 50 200. وانا اصلا ال 800 بستطيع اوجدها كيف؟ طلع بعوض هون بدل 100 150. خليكم معي، الدخل القومي الجديد لا بستطيع احسبه، بعوض واي ستار مكان 100 صار 150، 150 زائد 50 200، 200 ضرب 4 800 الدخل التوازن الجديد، 800 الجديد
اطرح منه القديم 600 800، اطرح منه 600، شو بيعطيك؟ شو بيعطيك؟ 200. برافو عليك. هون 800، اطرح منه اللي قبله 600، ال 200. برافو. في طريقه ثانيه اني اعوض، ارتفع 50 معناته هذا صار 150، 150 زائد 50 200، 200 ضرب 4 800، هذا التوازن الجديد. 800 اطرح منه القديم 600 بعطيك 200، صح ولا غلطان؟ بس الطريقه اسهل، المضاعف 4 ضرب 50. فهمتوا؟ ايوه. انا خليكم معي لان الشيء بشيء يذكر. خليكم معي، لو كانت هاي الداله، هاي الداله، خليكم معي هيك، طلعوا. انا بدي اعطيكم داله جديده، خليكم معي. اذا فصل انتظروني دقيقه برجع، مرات بيفصل حسب الواقع، بس خليكم معي. سي، خليكم معي. 50 بلس 0.9 واي. يلا الداله اعزائي الاستهلاك كانت 50، بس بدل الميل الحدي 75% 19. مين بيعرف كم المضاعف وكم الدخل التوازني؟ مين بيعرف يتفضل؟ يلا اكيد 50 زائد 100 ما بتتغير، بس اللي حيتغير المضاعف. هون بدل بي 0.75 حتحطوا او حتحطي 0.9، صح؟ برافو محمد كريم مرعي، 10. برافو عليك، المضاعف 10، 10 المضاعف. انا اللي غيرته بس بدل 0.75 حطيت 0.9، فاصبح المضاعف 10. 10 ضرب 150 1500 مليون ريال، يعني مليار ونص. ايوه الدخل التوازن حيكون بدل 600 مليون ريال 1500 مليون ريال، يعني مليار ونص. مليار ونص اكيد، لانه الميل الحدي بيختلف، بطل 75%، فالمضاعف حيختلف، حيبطل 4، حيرتفع ل 10. ايوه برافو عليك يا محمد كريم مرعي، برافو، احسنت. طيب خليكم معي، حاعطيكم مثال اخير عشان نتدرب، ما هو كل ما تدربنا اكثر كل ما اكون افضل. 50 بلس 0.8 واي، اذا كانت دادك هي ما كتبت على الشات وكان الاستثمار 100 مليون، أوجد الدخل التوازني في هذا الاقتصاد. تفضل. صح. لما برافو عليكي. المضاعف حيكون 5. كلامك سليم. برافو. المضاعف 5. صح. 100% 5. 5. اضربيها 150 يا لما. محمد كريم جابها 550، قال بيكون الدخل التوازن 600، 750 مليون ريال. برافو، ممتاز. صح. المضاعف حيختلف، حيكون 5 بدل 4. كيف طلع 5 يا لطيف؟ نحن انا اعطيتك طلع على الشات بدل 0.75 حطيت 0.88. المضاعف هذا بي 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 يا لطيفة، بطل 0.75، خليك معي لطيفة، صار بي. هيو بي هو الميل لحد الاستهلاك، تحول من 75 صار 0.8. حطي اقسم عليه الحاسبة، 1 على 1 ناقص 0.1 زي ما كتب محمد، 1 على 1 ناقص 0.8. حطي انت عائلتك الحاسبة، شوفي شو بيطلع معك، حيطلع بدل 4 5 متأكد انا، حطيها جربي. 1 على 1 ناقص 0.8 شو حيطلع معك؟ بدل 4 شو حيطلع؟ لطيفة 5 حيطلع، صح ولا غلطان؟ على الآلة الحاسبة 1 على 1 ناقص 0.8 أو 80 وحط يساوي، حيطلع معك بدل 4 5، صح؟ 5 و
50 بيطلع 750. انا عم بلعب ببي، عم بلعب ببي. ايوه انا عم بلعب ببي، غيرت بي انا، فهمتوا؟ ايوه رائع. طيب حتى الان حدا عنده اي استفسار اي سؤال يتفضل يسال لو سمحتوا. ما حتى لو كان سؤال انتو بنظرك لا سمح الله معتبره تافه، لكن ما فيش سؤال تافه، كل سؤال، كل واحد اي سؤال بعتبره سؤال مهم. انا تستطيع تسال اي شيء، تفضل اسال اي شيء هيك التباس عليك، التبس عليك. ليش؟ لانه مهم، لانه هذا مهم جدا، لانه نبني عليه الاسبوع القادم. هلا الاسبوع القادم حناخذ نحن هون اخذنا واحد تحديد دخل توازني في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين. يوم الثلاثاء القادم حناخذ 2 تحديد دخل توازني في اقتصاد مغلق من 3 قطاعات. فحضيف فقط جي نفس القانون، حضيف سي زائد اي زائد جي، لان حدخل الجفرمنت الانفاق الحكومي، فحيكون نفس القانون بس بضيف له جي، فهمتوا؟ بعده حعطيكوا اخر شيء تحديد الدخل التوازني، واي نفسها تمثل الدخل والانتاج. واي ما هو الانتاج يا محمد كريم مرعي، العرض، ما هو الانتاج والعرض يا حبيبي، الانتاج اجمالي انتاج الشركات من الالبان والاجبان والاحذيه والبنزين والتمور والملابس، اجمالي انتاجها هو العرض الكلي من السلع والخدمات، هو عرض هاي ننسى اكيد سمعت. ايوه لانه الانتاج يباع. هلا الانتاج هو العرض، والانتاج يباع ويولق، لان الصيغه الثانيه له، فهمت؟ الانتاج يعني الشركه ما بتنتج عشان تخزن الانتاج، بتنتج عشان تبيع، بتبيعه بتحول الى قيمه نقديه. يعني انتاج الشركه البان المراعي بتبيعه للمستهلك، تحصل مقابله على ايرادات نقديه. ايوه دخل. برافو عليك. وديدة الله معك. نحن خلصنا، انتهى اللقاء وديدة، خلص انتهى. انا كنت اسال اذا هون في حدا عنده اي واحد سؤال، انا كنت بس اللقاء خلص انتهى، رسميا انتهى اللقاء الان انتهى، بس كنت اسال اي واحد عنده اي سؤال. تفضلي الله معك يا ريج، حياكم الله جميعا، حياكم الله. فنحن زي ما حكيت انا، ان شاء الله تعالى لقائنا القادم حنبدأ بتحديد الدخل التوازن في اقتصاد مغلق مكون من 3 قطاعات، القطاع الأفراد، قطاع المستثمرين، وحضيف قطاع جديد اسمه القطاع الحكومي. حنأخذ الضريبة بعدين، كيف نحسب التوازن بعدين، إذا فرض الضريبة مضاعف الضريبة، كيف مضاعف الضريبة بيأثر على الدخل التوازني، بيزيده ولا بنقص، كل الأمور هاي حنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. طيب فحتى ذلك الوقت أتمنى لكم جميعا عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله جميعا، الله يرعاكم.